بدي اصور هاللعبة الغبية. صورها، كل المتابعين طلبوها. تعبت لي والله، سببت لي جلطة ورفعت لي ضغطي هلا. اوكي، وصلنا باخر جزء عند هذه المرحلة اللي تقول اذا كان طهي دجاجة واحدة يستغرق 5 دقائق، فكم من الوقت نستغرق لطهي 5 دجاجات؟ وما شاء الله المتابعين ما قصروا بالتعليقات، وصلوا المقطع فوق 1000 تعليق، وصار في مضاربة بالتعليقات، ناس تقول 25 وناس تقول 5، مين اللي صح فيهم؟ الان لحظة الحقيقة، خلينا نجرب نجاوب 25 ونشوف هل هي غلط. هاي مين هذول الراسمين اللي جاوبوا 25؟ لا اصيدهم، خوفي انه الاجابة بخمسة تطلع غلط برضو. الله يستر، بسم الله. لا والله صحيحة، والله كفو عليكم متابعين الاساطير. لا واسمعوا ايش قاعد يقول لي هنا، كان عليك قليهم عوضا عن الطهو. قوم من قلع اقول سود الله وجهك. يلا التالي، اكتشف الجاذبية. في عندنا شمس وغيوم، وفي عندنا شجرة تفاح، في عندنا واحد نايم. انا اذكر قصة كشف الجاذبية لما التفاح سقط على راس نيوتن، فهل هذا هو نيوتن اللي منومينه هنا؟ خلينا نجرب نسقط شي تفاحة عليه من هذه التفاحات. اي انزلوا، والله ما ينزل. خلينا نشيل هذا الحجر نفسه. ما يتحرك الحجر ليه؟ لو هزينا الشجرة عن طريق هز الجهاز، هل ممكن ينزل عليه التفاح؟ والله نزلت كل التفاحات اللي بالشجرة. لم يا حبيبي نيوتن صحي، لقد فتحت عصرا جديدا من المعرفة. الله يا التعزيز، اصلا لو كانت على زمني كان انا اللي اكتشفت الجاذبية مو نيوتن. لا اصدق نفسي زيادة. التالي، رجل بائس اخر يحتاج الى مساعدتكم. اوه هذا قاعد يتنمر علي شكله وقاعد يجلده، مسكين. هتخليني نجلده بالعصا. هاي ما يمشي والله يا جماعة، ما قاعد يتأثر هذا، ضد العصا. طيب اجرب افشخه بالحجر. مو راضي شيء يضبط يا شباب، نسبحه بالنفايات النووية. هاي طيب نحركه. ايش هذا؟ مرحبا شباب، شلت عنكبوت مدري من وين وغطسينه بالنفايات، شوفوا كيف صار. يا الهي، خلينا نبلعه اياه. خذ خذ ابلع ابلع. طيب خذ انت العنكبوت يا شو الفكرة البيض؟ تحول لسبايدر مان، تعجبني ثقافتك. ايش الثقافة بالموضوع؟ هاي تفاهة. فكرة انه قرصوا عنكبوت نادر زي ما صار بفيلم سبايدر مان. التالي، كان لدي 10 اسماك في الحوض. وعدت الى المنزل لارى ان 6 منهم قد ماتوا. كم تبقى في الحوض؟ يا مسكين، مات السمك حقه يا جماعة، لكن باقي منهم 4 بس. التالي، غلط. دقيقوا لي على هالرسمة، فيها سمكتين بس، فهل ممكن يقصد هذا الحوض؟ 2. التالي، غلط برضو، غلط يا زلمة. يعني والله واضحة، هم كانوا 10 وماتوا منهم 6، وكم تبقى في في الحوض؟ يعني ممكن يكون ما شالهم من الحوض، فهم 10 صح؟ والله طلعت غبي يا شباب. نحن بحاجة إلى تنظيف هذا الحوض الآن. أوكي. صار بده ينظفه عشان يشيل السمك الميت، بعدين يصيروا 4. يس. التالي، أين يخفون الألماس الذي سرقوه؟ يا حبيبي، شوف هنا في فلوس وفي كياس، هذه الكياس لازم يكون فيها الألماس. افتح الكيس. كيف افتح الكيس؟ كيف؟ ممكن اطلع من جيبه مثلا بهذا. حرك ايد هذا برضو. نو! ما يتحرك ولا شيء. معقول تكون بهذه الطاقية؟ ما في شيء يا شباب. البس البس انت. ما في غير كمية الشعر البيض هذه. حرك الشعر. شيل شعره يعني مثلا؟ اشوف الالماس طلعت. يا شباب هذه الالماس. مركب شعر وحاط تحته الالماس وحاط فوقهم طاقيه على اساس انه ما ينكشف. مو عندي يا حبيبي. عمل جيد ايها المحقق، الا اكيد معاكم عم المحقق كونان كاشف الصلعان. اين هي الكره؟ ايش اللي اين هي الكره؟ كيف بدي الاحظها؟ كيف بدي اشوفها؟ ممكن تكون بهذا. نوب. غلط. كانت بالنص. والله انا حاولت يا شباب، شو هذا؟ برضو غلط. خلاص ما بقي لي هذا المكان. برضو غلط يا زلمه. وين الكره؟ وين قاعد تروح فيها يا اخي انت؟ هل ممكن يقصد كلمه كره؟ لا، كانه انفو يشبه الكره يا جماعه. ممكن هذه الكره اللي يقصدها؟ هاي ايش صار؟ غمض عيونه يا شباب بسرعه، هذه فرصه اني اكشف الكره تحت الاكواب. وينها وينها؟ هاي نحلت المرحلة وما كان في كرة، ويقول لك لقد كان يغش. يا حبيبي انا اكشف غشاشين، اكشف صلعان، اكشف حرامية وكل شيء. اخ انا بالاساس مكاني مو هنا، بس ايش اسوي عاد؟ التالي، طابق الاشكال مع البلدان الخاصة بهم.
فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا. أول شيء معنا هذه الدجاجة اللي واضح إنها فرنسا لأنه شعارهم بالمنتخب زي الدجاج، أكيد فرنسا. اللي بعده معنا قوس، واللي هو قوس النصر اللي يقع خلف برج إيفل أيضا بفرنسا. معنا هذا المثلث اللي هو متحف اللوفر برضو موجود بفرنسا، وبرج إيفل معروف انه بفرنسا. فايش فايدة نيجيريا والولايات المتحدة والمانيا يا حبيب؟ شيل شيل ودي زبالة، اريد زيارة باريس الان. يلا مشينا انا وانت سوا يا حبيبي. هاي سناني اصبر، رايحين سوا. صدقت اني اروح فرنسا؟ الله كريم. التالي، كيف تبني برج؟ حط الاحجار كلها فوق بعض وهذا احلى برج يا حبيبي. يا سلام، ايزي، برج متماسكا وجميل. يا زلزال حينزل كله لولا البرج البيضاء. التالي، انها تبكي مرة اخرى، ساعدني من فضلك. ايزي، حلها عندي. احمد محسن، يا احمد يا محسن. اي ما سكتت يا شباب؟ والله شكله ما ضبط جلتش احمد محسن. طيب خلينا نعطيها العاب يا شباب من هنا، طبل كذا، بواليس، دبدوب، الاب تعال شيله يا زلمه، سوي لك اي شيء واقف زي الاهبل، خذي سياره. طيب والله بصراحه عجزت يا جماعه وانصرعت من صوتها، فخلينا نطلب تلميح ونشوف ايش يقول لنا. عجلات السياره يشبهون العيون المتحركه. وات ذا هي، بالفعل عجلات السياره اقدر احركها اصلا. خذي يا حكي صار شكلها. ممكن نعطيهم للاب مثلا، والله يركب. حليناها، انبسطت. التالي، فار زائد قط يساوي 10، والفار يساوي 4، معناها القط يساوي 6، صح؟ لازم نحل هذه المعادلة اللي تحت اللي عبارة عن قط يعني 6 زائد 4 يساوي 10 زائد 4 كمان يساوي 14. اكتب 14 والتالي. غلط، كيف غلط يا اخي؟ ما انت قايل لي نون القط يساوي 6. بس لحظه يا جماعه، في عندنا القط هذا قاعد صح ولكن هذا معكوس، هل ممكن رقم 6 بالانجليزي لما نقلب ايش حيصير؟ 9. يلا معناها صار الرقم 17. التالي، ليتس جو. هل 6 هي مقلوب ل 9 او ال 9 هي مقلوب ل 6؟ شو بيعرفني؟ شو شايفني خوارزمي مخترع الرياضيات؟ التالي، امشي بس انت براسك، ساعد لاعب كمال الاجسام من فضلك. طبعا يا جماعه انا كمال اجسام ف ايزي، هذه لعبتي. لما بدنا نساعد شخص يا اما ان نرفع معاه الوزن نساعده فيه، او انه ننزل له شويه من الاوزان. بس واضح انه شايل اوزان خفيفه، لازم ان نساعده بالوزن. تخيل نرفع كذا، يلا ارفع ارفع. ما نو خلينا نجرب نخفف له اوزان، نشيل هذه والله تنشال. حلو، يلا العب العب العب. طيب والله خففنا له الاوزان، يعني ايش فيه؟ يلعب على السيخ مثلا؟ يلا العب العب على السيخ نشوف. هذه هنا طار يلعب يا شباب. واو قوي جدا حبيبي، هذا كمال عظام يلعب مو كمال اجسام. شو اللي على السيخ فاضي؟ يلا التالي التالي، لا يمكن للطالب التفكير في إجابة لسؤال الاختبار. بدنا نساعده على التفكير، نسوي له تحريك براسه كذا عشان تجيه الإجابة. شم بقلالة شم بقلالة شم بقلالة بيام. طيب يا جماعة والله ما فيها شيء يتحرك، ايش فيه؟ خلينا ناخذ تلميح لأنه أنا صار بدي مين يساعدني بإيجاد الإجابة. ضخ البعض من الدم إلى دماغه، معقول لازم نقلبها عشان يجي الدم للدماغ؟ خلينا نجرب نقلب الشاشة مثلا. أها ضبطت يا شباب. زين، عندما تكون في حيرة اقلب نفسك. كيف تهزم الساحر؟ يا حبيبي ايزي، انا هزمت صلعان حرامية من قبل، لا يوقف علي ساحر. في عندنا هنا لعبة اوراق يا حبيبي، انا يوقي ملك الاوراق ما يطلع له معاي. خلينا نقلب مثلا المية، نجيبها لعند الورقة، ومن بعدها نجيب النار. ها كيف كذا؟ نحارب النار بالنار زي ما يقول المثل. هذاك المثل الحديد بالحديد صح؟ جيب النار لهون وخلي النار على المي وعارك. صحيح، يا سلام يا سلام، انت ساحر يا هاري. ما زبطت. التالي، فضائيين يتسللون، اعثر عليهم. وين بدي القى الفضائيين؟ لحظة انا شايف واحد هون طالع من الشباك.
هذا واحد حلو، هذا راس واحد، وهذا واحد بس بالزور قاعد القى يا شباب، والله صعبه، ساعدوني بالله عليكم. وهذا راس، عندنا اربعه، والله لسه في شكله زياده. يا جماعه هذه رجليها ليش لونها اخضر من البدايه؟ عيني عليها، خلينا نجرب. والله هذه برضو نفس الشيء، وهذا اللي ايده خضراء برضو نفس الشيء. يا فضائيين لا اصيدكم. هنا في واحد يسوي مرحبا، اهلين حبيبي منور. وهنا في واحد مبين نص جسمه. هي خلصتهم، لقد وجدناهم، اطلب الشرطه. الو شرطه، في عندنا فضائيين. بس هذول كيف بدهم يحبسوهم اذا هم فضائيين؟ متنا متنا جو الفضائيين يا شباب. يلا التالي. يبدو حزينا اجعله يبتسم. احمد محسن. يا احمد يا محسن. هات خلينا نطبل له عشان يبتسم ويلعب يويو. يا زلمه يويو والله لعبتي المفضله ايام الطفوله. ابتسم يا زلمه ابتسم، خلصنا، خذ الصاروخ بعينك. والله شكلي فاشل باسعاد الناس، خلينا نروح على التلميح. تحاول ان تجبره على الابتسام. كيف اجبره على الابتسام؟ ها يعني اخليه يبتسم غصبا عنه؟ يلا نجرب. والله بطل ابتسم. انا لي ساعه اطبل له احمد محسن وما ادري ايش. امشي بس، دعنا نضع ابتسامه على هذا الوجه. يا احمد يا محسن. تالي مصاص دماء، ساعدنا ساعدنا. مصاصين الدماء يخافون من الخشب والثوم والشمس، فحاليا ما في شمس، شكلها الدنيا ليل. فخلينا نجرب هذه الخشبة نطعنه فيها. خذ خذ بعينه، خذ براسه، خذ بكل مكان. ما في حتى ثوم عندنا يا شباب هنا. اي جرب نفتح الستارة، ممكن تكون الدنيا نهار. قضينا عليه. إلكم إلكم، هل أنت صائد مصاصي الدماء الآن؟ طبعا أكيد، أصلا أنا اللي قتلت دراكولا. التالي، كم عدد المثلثات؟ وين المثلثات بالموضوع؟ أنا ماني شايفها. معناها صفر. يلا أرسل. غلط. نقدر نحرك هذا المستطيل؟ شو طلع لي مربع يا شباب، هذا ما يفيد. حرك أماكن ثانية. مثلث. يا سلام. مثلث، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وأرسل. يس. ملك الرياضيات وملك الهندسة وكل شيء. بعض الأحيان الحقيقة ليست كما يبدو. وبالفعل أنت يا عزيزي يا صاحب اللعبة حقيقتك لسه ما انكشفت، بس أنا اللي حكشفها. التالي، أطعم القط من اليسار إلى اليمين. هلا والله، عندنا القط وهذا لك حقه. طيب ما يصير كذا مثلا طعم؟ نوب. هاي كل يا اخي من اليمين لليسار مو مشكله، مشيها. طيب لو اخذناه من فوق عشان نلفه، خلينا ما ضبطت. طيب لتحت. مرحبا يا شباب. يا شباب طلع من الجهه الثانيه. هاي طيب كل الدجاج، بعدين كل الجبن، بعدين كل السمك. خلاص من اليسار لليمين. لف القط العالم من اجل الطعام. رائع. ما هذا الطلب منك يا تافه انت، انت اللي خليته يلف العالم. عمري ما حشوف ازنخ واتفه من هذه اللعبه. التالي، انهم بحاجه الى العداله. هاي شوفوا لي هذا ماخذ مخروط ايس كريم اكبر من راسه حتى. ايش فيه يا حبيبي؟ وهذه كرتها مره صغيره، هذا يعتبر عادي، هذا كويس. هاي نقدر نحرك الكرات، معناها نقدر نجيبها هنا ونزيدها ايس كريم. والله ديم صارت اكبر يا شباب، صارت بقدها ولا اكبر؟ مره ثانيه. لا كذا صارت اصغر. طيب نرجع مرتين، حلو. وهنا عندنا البنت هذه، نعطيها مره ونعطيها مرتين ونعطيها ثلاثه. اللي بعده. خلصنا خلصنا، ما اجمل العداله. طب وين العداله بالموضوع بعد ما سويتوني بايع ايس كريم يا زلمه؟ تالي، نحتاج كره خضراء. يلا ننتظر تنزل لنا كره خضراء. 2 hours later. شباب هلو، ماني شايف ولا كره خضراء. ليكون الفكرة انه ندمج الوان زي ما كان عندنا مرحلة قديمة، اذكر بوقتها دمجنا الازرق والاصفر وصار اخضر. والله ضبطت. يا سلام، هذه الكرات رائعة. شوفوا يا جماعة، بصراحة احيانا احس انه اللعبة رائعة. شوية شوية. ها التالي، اكسر النافذة بالحجر. عندنا حجر، يلا نكسر في ام النافذة. خذ خذ. في عندنا اشياء ثانية هنا مطرقة. الو طيب بالكاسة. اي شيء جرب. ما في معقول يكون رجعنا لزراخته القديمة، انه يكون الحل موجود بالسؤال نفسه. هيا نجيب الحجر. والله
نكسر فيه النافذة. من قبل شوي قلت عن اللعبة انها رائعة. اسحب كلامي. هذا التخريب يا حبيبي، انت اللي خليتني اخرب. ايش اللي باليني انا؟ التالي امشي بس. الجيران يقيمون حفلة صاخبة في منتصف الليل. اوكي اوقفها يا حبيبي. انا ايش دخلني طيب بحفلة الجيران؟ بما انه قبل شوي قاعد يتهمني اني انا احب التخريب، فبخليها مزعوجة للجزء الجاي لاني مخرب. لكن اصدقائي كالعادة انتظر منكم حلها بالتعليقات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيلكم لزر الجرس على كل الاشعارات عشان الاجزاء القادمة، ونراكم على خير. Peace out everyone.